السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة في وصفة جديدة. اليوم غادي نوجدو واحد لو كيك فريمون زوين منعش كيبرد. قبل ما ندوزو للطريقة ديال التحضير والمقادير، شرفوني باشتراككم في القناة وتكليكيو على هاد الزر ديال الجرس، تفعلوه باش يوصلوكم جميع الفيديوهات اللي غادي نبارطاجي معاكم دي نوفيل روسيت دي نوفو استوس. شجعوني دعموني، ولا عجبكم المحتوى ديال القناه ولي فيديو اللي كنبارطاجي معكم، خليوا لي ان بتي كومونتير اي ان بتي جيم. ندوزو الطريقه ديال التحضير. يلا غادي نحتاجو جوج بيضات، رشيشه ديال الملحه، غادي نطربوا البيض، غنديروا ساشي وحده ديال سكر الفاني، وغنديروا داك دانون اللي عرفتوه اللي بدرهم، هذا الصغير دانون ديال درهم. انا نعبر معاكم شحال فيه من معلقه. الو غادي معلقه صغيره عامره، واحد جوج، فيه ثلاثة د المعالق صغار عامرين. هاد الحك ديال دانون هو باش غادي نعبرو دابا الزيت. غنديرو كاس ديال الزيت بهاد القياس ديال دانون ديال درهم. غنطربوهم بالباتور نفس داك الحك ديال دانون، عمرناه سنيدة، غادي نحتاجو منو كاس، يعني كاس واحد عامر ديال سنيده. انا هذا عمرته مزيان. عندنا جوج اكياس ديال الخميره ديال الحلوه، كل كيس فيه 8 غرام، المجموع هو 16 غرام. ونفس الكيس اللي عبرنا به الزيت وسنيده غادي نعبروا به جوج كيسان ديال الفورس. ها الكاس الاول تقريبا هز ليا جوج معالق كبار عامرين، هذا القياس ديال المعلقه. جوج، غنزيد الكاس الثاني، الكاس الثاني. الخليط ديالنا هو واجد، غناخدو مول، من الأحسن المول اللي كيكون كيتحل من تحت من الأحسن. صافي غنديروها دابا في الفران طيب غير من التحت، وديما العافيه تكون خفيفه ما تكونش مجهده باش ما تحرقش، لان ما كتجيش هي عاليه بزاف، فغير جوج بيضات. دونك تقدر دغيا تشوط لكم من الداخل تبقى خضره. دونك نديوها دابا الفران. الكيكه ديالنا هي خرجناها من الفران، دابا غندوزو باش نوجدو الطبقه ديال الكريمه. الطبقه الاولى لهذه الطبقه غادي نحتاجو السترو ديال الحليب، غنحتاجو 4 ديال المعالق كبار ديال سنيده، وعندنا 4 ديال المعالق كبار ديال لا كريم باتيسير اللي كتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات. دونك 4. غنديو دابا الكاسرول فوق البوطه على نار مهيله ونبداو نحركو حتى تولي لينا اون كريم عاقده. النار خصها تكون بزاف مهيله، وحنا كنحركو باش ما يلصقش لينا
لا كريم لتحتيه والسكر، نبقاو نحركو حتى نحسو بهم صافي تخلطوا مع الحليب. حسوا بهم صافي تخلطوا مع الحليب، ما بقاوش حاصلين في القاع ديال لا كاسرول. نمشيو ناخذوا البنان اللي غادي نقطعوه، نقطعوه رابيدمون لان خصنا يدنا كتقطع البنان وايد مقابله لا كريم كنحركوا فيها، المهم خصنا نكونوا خفاف. الخليط ديالنا هو بدا كيتقال، شو في هاد الوقيته ما كنحبسوش يدينا من التحراك لان غابيدمون غادي يتجمع. فوالا انا كندوي معكم، ها هو صافي تجمع. كاين واحد لاستيس باش كتعرفي واش صافي تحبسي ولا تبقاي مازال تحركي هاد لا كريم. كتشدي المعلقه باش كنتي كتحركي وبسقطع كنحبس، كتشوفي مثلا انا غناخد هاد المغرفه كديري هكذا، الا هاد جوج خيوط تلاقاو سيتازيغ راه باقي مازال خصك تشعلي عليها تخدميها فوق البوطه، الا بقى هاد لو فيد بحال هكا اوبس صافي. دابا غادي نفرغوا الكاسرول على الكيك، نكونوا خفاف لان البنان خصنا نحطو عليها وهي باقا جاريه. كنستفو البنان دونك كنبقاو غاديين بهذه الطريقه كنستفو حتى كنكملو. صافي كملنا الطستاف ديال البنان، دابا غادي نمشيو نغطيوها وندخلوها المجمد مده نصف ساعه عاد ندوزو الطبقه الاخرى. بالنسبه للطبقه الاخيره غادي نحتاجو عصير ديال 3 حتى 4 ديال الليمونات على حسب الليمون قداش. غادي نزيدو جوج ديال لي ساشي ديال الفلون فاني. بالنسبه للفلون فاني جوج ساشيات هذوك اللي كنشريو بدرهم ولا درهم ونص، الا كنتو غتاخذوهم كديروا معاهم 4 معالق سكر. انا حيت غادي ندير داك الفلون اللي كيكون ديجا حلو والسكر ما كيلاش حيت هو اصلا حلو. انا كيعجبني ندير هذا دونك بجوجهم خدامين فهاد لا روزيت. صافي وغادي نشعل عليهم دابا النار ونخليه حتى يولي بحال الطياب ديال الفلون حتى كيبدا يغلي. دابا غنعاودو نغطيوها وندخلوها للثلاجة باش تبرد لينا اطول مدة ممكنة، قد ما بردات كتجي زوينة. ديكسيون الثلاجة